صوت موسيقى من لون البادية. فتح قلبه للضوء مبكرا وبدأ العزف بمفرده دون مآلة لأجل متعة الفن فحسب. فكان الصوت واللحن أبو عسكر ابن البادية وصوتها الشجي، فنان المناطق الشرقية اليمنية ورمز أغنيتها الشعبية. غنى وألهب الجماهير بصوته الذي سرعان ما أصبح حديث العوام وذائقتهم الفنية في زمن ما قبل الحرب. بدأت مشواري الفني كطالب في مدرسة، تمام، منشد ابتداء، فرقة إنشاد في معهد بلال، وثم انطلقت فيما بعد ذلك إلى الفن بالعود. تعليمي بالعود على الجلل أولا شعبي، أخذ القصائد من الشباب، تأثري مثلا بفنان الشاطري، فنانين يعني كبار. إنه الزمن الجميل، ذكريات حنين هي كل ما تبقى من أوتار اليمني وطربه الأصيل بعد أن غابت عناوينه في مسرح الحرب المكتظ بأصوات الموت التي انحسرت أمامها أغاني الحياة. تبدو النغمات التي يستنطقها من آلة العود قادمة من قلبه. لقد فسدت ذائقة الناس الفنية وباتت شعارات وزوامل الموت أكثر رواجا، كأن عزفه يقول ذلك. فالحرب لم تبقي على رنة عود ورنين وتر، غاب الصوت وانقطع اللحن. طبعا جاءت الحرب ودمرت الأوتار هذه، وهي شريان الحياة للفنان، تمام، انكسار، كسر الظهر الفن. حبي لك انت قريب كنت ولا بعيد، فكن جال الهم يا خلي. لم تترك الحرب شغفه بالعود، لقد قررت بالنيابة عنه حين انقطع اللحن وصار الموت وصخب القذائف أنشودة الجميع، لكن قلبه ما يزال يتسع لهدهدات الأوتار وإيقاعها في مدى الأيام. يا حمام جر للحان، صوت فرح وأمل يتسرب من شقوق الحرب على هيئة وتر وشجن ليقول للعالم أنه حي وأن الفن وسيلتنا للحياة. علي الجرادي، قناة بلقيس، الجوف.